فنيه بشكل مفصل اكتر. خلينا نروح لنجم من نجوم منتخب مصر السابق ونجم من نجوم النادي الاهلي السابق الكابتن الكبير كابتن عادل عبد الرحمن. يا كابتن عادل مساء الفل عليك. اهلا يا امير، ازيك اخبارك؟ عامل ايه يا حضرتك؟ كله تمام؟ الحمد لله الحمد لله. بدايه تقييمك لمباراه الامس واولى مباريات مصر امام زيمبابوي، شفت المباراه ازاي وبتقيم مستوى اللاعبين والجهاز الفني ازاي من وجهه نظرك؟ اولا انا ببارك لمصر على التنظيم الجيد اللي احنا شفناه، دي حقيقه يعني. ثانيا المباراه كانت مباراه اولى في المجموعات، انت عارف ان مباراه الافتتاح بتبقى فيها مفاجآت دايما. لو رجعت لجميع مباريات الافتتاحات بتاعت افريقيا وبتبقى بتاعت كمان كاس العالم بتلاقي ان فيها صعوبه في البدايه من الضغط العصبي، وبالاخص انك انت اللي بتنظم البطوله، فمطلوب منك انك انت تحسم الامور طبعا سريعا يعني. ويمكن دي الحاجه اللي كانت خلتنا فنيا امبارح ما كناش، لازم نعترف ان احنا طول المباراة 90 دقيقة ما كناش على أفضل حال يعني. يمكن أول ربع ساعة كنا كويسين جدا، ولكن الشوط الثاني بأكمله ما كناش كويسين، لازم نعترف كتير عشان نعرف أخطائنا عشان نشتغل على المباراة اللي جاية. الحتة الفنية بالنسبة لأجيري، أنا شايف إنه امبارح بداية المباراة ده التشكيل الأمثل ليه. يمكن هو تمام بيفكر، بس هو في حته انا خدتها عليه شويه، ان هي الفترات كتيره قوي كنا بنلعب في ثلاثه الناس ورا وبعدين بنلعب في اربعه وثلاثه. والنهارده امبارح في الافتتاح كان في تغيير شويه، كان لعبها باربعه صريحه اللي هو ايمن اشرف المحمدي ومحمود علاء واحمد علاء سوري ومعاه محمود علاء واحمد حجازي. محمود علاء وحجازي، ونص الملعب لاعب طارق حامد وعبد الله السعيد، وفي الناحيه الهجوميه لاعب تريزيجيه ومروان وصلاح. بس هو في حاجه مهمه انا عايز اقولها لك، يمكن اتفضل. انا مستغرب منها شويه. يمكن اي مدرب في الدنيا عارف ان محمد صلاح لازم هينزله يمسكوه كويس قوي. محمد صلاح نجم كبير، نجم عالمي طبعا، فاكيد عاملين له سبورت ورا اي حد بيمسكه. يمكن الشوط الاولاني محمد صلاح قرف اول ربع ساعه كويس قوي، لكن التغيير اللي هو سلم محمد صلاح في حته السيرفيس دي ما كانتش جيده بصوره كبيره جدا يعني. ان هو كان عايز يلعب على الحته المحتته محمد صلاح، ولكن محمد صلاح كان ماشي على الطرف احسن من انه كان راس حرب لما غير مروان محسن. افتكر انه كان لازم بعد ما عاوز يغير مروان محسن ممكن كان يغيره باحمد علي، يعمل عمق هجومي، علشان اول ما عملنا العمق الدفاعي بس حسيت ان امبارح الضغط علينا. الشوط الثاني زيمبابوي كان ضغط علينا ضغط اكبر مننا. يمكن الشوط الثاني كان هم اللي مسيطرين الموقف، ولكن في بدايه المباراه انا دايما بقول ان اي فريق بيطلع تصاعدي في البطولات المجمعه بيبقى افضل من فريق بيأدي كويس اداء جيد جدا في بدايه المباريات يعني. كويس. طيب كابتن عادل، اسباب التراجع بدنيا في الشوط الثاني بالتحديد واللي ادى لتراجع الاداء بالنسبه لمنتخب مصر من وجهه نظرك، هل هي اسباب تكتيكيه خاصه بالمدير الفني ولا بسبب التغييرات اللي اجراها مستر اجيري؟ هو انا عايز اقول لك خدها في الاثنين يعني. يمكن انت بتتكلم على اجهاد من لاعبي مصر لما برضه فريق الباب لعبت موسم طويل، لعب كتير، ولكن بالتفاوت يعني. في لاعبين كتير قوي من منتخب مصر زي تريزيجيه وزي محمد صلاح وزي مع حجازي لعبوا مباريات كبيره قوي ومباريات كبيره الموسم ده، ويمكن اكثرهم محمد صلاح لعب الى من 20 يوم كان بيلعب الفاينل بتاع اوروبا، وده بالظبط قوي جدا، وغير الدوري الانجليزي دوري قوي، ولكن كان في سنه اجهاد، ولكن ساعد الاجهاد كمان التكتيك بتاع الشوط الثاني. شفت انه كان يجب ان هو التغيير طريقه اللعب في اللحظه بتاعت الشوط الثاني، اول ما لقى ان بيعملوا علينا ضغط من فوق، عملوا علينا ضغط عالي يمكن، ومحمد صلاح اتمسك في اثنين لعيبه واحد وراه واحد، فكان يجب ان التغييرات تبقى من وجهه نظري كانت تبقى افضل من كده،
لكن هو اللي أضرب المدرب، أضرب فرقته، أضرب الوقت الدولي، ولكن أنت عملت المطلوب منك. لكن التراجع أفتكر أنه جاي بدني وفني في نفس الوقت. من التغييرات أنا ما حسيتش بيها بصوره جيده او يعني وارده مع طب بتحديد فيما يخص التغييرات يا كابتن عادل، هل ده بسبب عدم توافر لاعبين على مستوى عالي على دكه البدلاء، او مش عايز اقول على مستوى عالي، اللاعبين اللي هم بيغيروا نتيجه مباراه؟ هل الدكه من وجهه نظر كده من الاخر شايف الدكه مناسبه بالنسبه لمنتخب مصر ببطوله ومحفل قوي جدا زي بطوله الامم الافريقيه؟ شوف يا امير، انا عايز اقول لك حاجه، كل مدرب ليه طريقه. اكيد انا كلمتك في البدايه وقلت لك انا الحاجه اللي استفدت على اكيد امبارح انه تغيير طريقه اللعبه، هو لعب كل المباريات اللي لعبها مع منتخب مصر لعبها بثلاثه، واختياراته كانت على انها تبقى ثلاثه في ثلاثه. احنا شفناهم اللي هو بيحط بينزل واحد في نص الملعب، من نص الملعب الثالث بالظبط ما بيبقوا في الحته الدفاعيه عشان نبقى اربعه. انا حسيت امبارح ان هو لعيبها غير طريقه لعبه، فانت علامه الاستفهام هنا انت 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 لميت المنتخب او جمعت المنتخب على طريقه لعب معينه، عشان كده دكه الدكه بره ما كانش تقل. ده في واحد اثنين، المهم المنتخبات دائما غير الانديه، الانديه انت مرتبط بلاعبين، ما تقدرش لما يحصل عندك اصابات او يحصل عندك اي انخفاض في مستوى لاعب فانت محدود الامر لانك عندك قيد. لكن انت بتتكلم على منتخب، ومنتخب مصر اكيد كان في لاعبين احسن وافضل ممكن يكونوا خارج المنتخب، يعني يعني دي حقيقه يعني. فانت بتتكلم على تقل الدكه، ما انت وليد تتمنى بيه جدا، ولكن طبعا سيبك من سيبك من التقل بتاع اللاعبين نفسه، تقل التكتيك نفسه، يعني الطريقه نفسها هي دي. يعني انت لازم تعرف انك هتلاعب فرق قويه جدا بدنيا، عندهم لعيبه بتلعب في اوروبا، عندهم وعي تكتيكي كبير. انت يمكن المباراه اللي انت بداتها تعتبر زيمبابوي من الفرق المتوسطه المستوى افريقيا في الوقت الحالي، انت تكون في الثلث الاخير من تصنيف المنتخبات الافريقيه يعني. ما بالك انت هتلاعب بقى التصنيف الاول واللعيبه اللي عندها اللي بتلعب زي السنغال، زي الجزائر، زي المغرب، زي وزي 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 وزي. لازم تعرف انه طريقه اللعب والتكتيكس لازم يبقى اعلى من كده، فيها دراسه جيده جدا للفرق المنافسه. يمكن انا مش عايز اقول لك انه احنا ما درسناش فرق زيمبابوي قوي، وجهه نظر يعني ان ما تشافش في كذا لعيب كان لازم يتمسكوا كويس قوي فعلا، وفي عندهم تفوقات يعني. يعني على سبيل المثال الفقري بتاعهم الشوط الثاني كان بيلعبوا جراي، فانت كان لازم تستغل المساحه وراه. انت بعد ما خرجت ارتاح جدا بالظبط، علشان كده بقول لك كان في بالتغييرات وتغييرات طريق وتغيير طريقه لعب كان في علامه استفهام شويه، ولكن اقدر اقول لك ان احنا كسبنا الثلاثه بونت وده الاهم طبعا، ده الاهم في الوقت الحالي. الطلوع تصاعدي، احنا هنطلع ان شاء الله تصاعدي يعني ان شاء الله المره الجايه ان شاء الله اكون اوغندا ولا كونغو. الكونغو الاول، الكونغو الاول يوم الاربعاء ان شاء الله، وبعدين اوغندا. فبص تلاقي ان المستوى هيعلى شويه، برضو المجموعه بتاعتك متناول الحمد لله، لكن انت لازم تعرف انك انت لازم تطلع اول المجموعه عشان تاخد ثالث من المجموعه الرابعه او الخامسه او السادسه، فده المهم جدا في بدايه الامر، علشان انت هتلاعب منتخبات ممكن تتصدم بمنتخب من المنتخبات الاقوياء جدا اكيد، ولكن في اخر الامر انا شايف ان التصاعدي والضغط العصبي بتاع الافتتاح والفكره بتاعت انك تلعب على ملعبك ممكن اللعيبه خدت الخط الاولانيه دي، وان شاء الله يبقوا افضل وافضل علشان ان شاء الله بطوله افريقيا السنه دي بتتلعب على ملعبنا. عملنا افتتاح جيد جدا بالظبط، نجحنا من الناحيه التنظيميه، فان شاء الله عاوزين ننجح من الناحيه الفنيه. نجم المباراه من وجهه نظرك يا كابتن عادل مين؟ محمود علاء. طيب الرسائل اللي حابب توجهها لمنتخب مصر سواء الجهاز الفني او اللاعبين للماتشات اللي جايه ان شاء الله، بدايه من مباراه الكونغو وبعد المباراه بتاعه الامس، حابب تقول لهم ايه؟ حابب اقول للجهاز الفني اعلموا جيدا ان محمد صلاح من اللاعبين الجيدين، الافضل لاعب العالم، من افضل لاعب العالم دلوقتي، فاكيد اي مدرب هيلاعب منتخب مصر اكيد عاوز اول حاجه يفسدها محمد صلاح، ويفسد طريقه لعب محمد صلاح اللي احنا بنعتمد عليه كتير.
وقت اللعيبه قلت لهم عندنا تنوع في اللعب شويه، لازم يبقى في تنوع. عندنا لعيب قوي جدا زي تريزيجيه، امبارح الكره اللي راحت له على الطرف الشمال جابها جول. لازم نشغل تريزيجيه اكتر من كده، ولازم يبقى لينا حل اثنين وثلاثه غير صلاح. بالظبط. صلاح حل كبير قوي لينا، نساعد صلاح في الحته بتاعت ان احنا ننوع اللعب، لو نوعنا اللعب الفرق الثانيه هيبقى عندها مشكله، فهنخف الضغط على محمد صلاح شويه. ان شاء الله. كابتن مصر انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. كابتن عادل عبد الرحمن نجم منتخب مصر والنادي الاهلي السابق، واتكلم